دعا رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى توريد المزيد من الأسلحة إلى بلاده، خاصة ما يخص الدفاعات الجوية، وذلك من أجل عدم تكبد المزيد من الخسائر في الأرواح. وأضاف زيلينسكي أن عملية الإنقاذ التي جرت في منطقة أوديسا عقب هجمات روسية بالطائرات من دون طيار قد استمرت طوال يوم كامل، موضحا أن خدمات الطوارئ الحكومية والشرطية وغيرها من الخدمات لا تزال في موقع العمل وسط معلومات عن أشخاص لا يزالون تحت الأنقاض.